تبدأ صباح غد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمنافسة 6 مرشحين، أبرزهم المحافظ المعتدل محمد باقر غاليباف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، يليه منافسه الإصلاحي حسن روحاني. وانتهت المهلة القانونية للدعايات الانتخابية اليوم، وستعلن النتائج الأولية للانتخابات صباح السبت. بعد مرور 3 أسابيع على بدء الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة الإيرانية، انتهت المهلة القانونية لحملاتهم، ودخلت البلاد في مرحلة صمت انتخابي تستمر لصبيحة يوم الانتخابات مع بدء عملية الاقتراع. وزارة الداخلية هي التي ستعلن عن النتائج الأولية للانتخابات. وبالنسبة لإعلان صحة نتائج الانتخابات، فإن مجلس صيانة الدستور يجب أن يبت في هذا الأمر بعد دراسة الشكاوى، وستستغرق العملية من 7 إلى 10 أيام. قانون يمنع أي إعلان قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع، وهذا أيضا هو ستكون آخر ليلة. طبعا هذه الليلة متوقع أنه في هناك سحرة طويلة، والآن كما شاهدنا في كل الشوارع بدأ الحملة الانتخابية بشكل كبير واسع جدا، وهناك سيارات ومكبرات وأيضا صور للمرشحين، أحيانا يتبادلون الحديث وينتقدون المرشح الآخر أو يتبادلون صور للمرشحين، وأجواء يعني في حالتها جميلة جدا. المرشحون اغتنموا كافة الوسائل المتاحة للدعاية الانتخابية من مناظرات وبرامج وندوات تلفزيونية، إضافة لجولات في المحافظات وخطابات في الساحات العامة، لعرض ما لديهم من خطط وسياسات من شأنها جلب أصوات الناخبين. في البداية لم أكن مصمما على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكن مع تطور أحداث الانتخابات ودخول الشخصيات البارزة المعترك الرئاسي قررت الإدلاء بصوتي. كذلك شاركت في الدعاية للمرشح الذي أحبه، ومتأكد بأنه قادر على تحسين الوضع الحالي. لقد كانت الدعاية الانتخابية للمرشحين جيدة للغاية، وخاصة المناظرات التي بثها التلفزيون الإيراني بشكل مباشر، فقد ساعدت الناس على اختيار مرشحهم الأنسب. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حصل لدى الإصلاحيين بعد إجماع التيار الإصلاحي على المرشح حسن روحاني، بدعم من الرئيس السابق السيد محمد خاتمي والشيخ هاشمي رفسنجاني، فيما تتوزع الأصوات بين المرشحين المحافظين 3، ما يدخل الانتخابات في مرحلة حساسة غير قابلة للتنبؤ، وربما ذهابها لمرحلة ثانية من التصويب. ساعات قليلة متبقية لانطلاق عملية الاقتراع، 6 مرشحين يتنافسون على كرسي واحد، والقرار يعود للناخب الإيراني لإيصال شخصية واحدة إلى منصب الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. عباس نشاب، قناة الكوت.